على مدى سنوات طوال والمدارس الحكومية تشهد تخبطاً واضحاً من الناحية التدريسية، إضافة لأعداد الطلبة الهائل بكل صف، لذا بدأ الكثير من الطلبة يقصدون المعاهد الأهلية لقلة أعداد الطلبة وكفاءة الكادر التدريسي الذي يختلف كلياً عما هو عليه في المدارس الحكومية. بالنسبة لإقبال بعض الكثير من الطلبة والطالبات إلى المعاهد، بالدرجة الأساس عدد الطلبة يكون أقل من المدارس الحكومية، بالإضافة إلى هذا كفاءة المدرسين اللي هم من أهم اللي هي أهم فقرة طبعا هو الأستاذ، فكفاءة المدرسين تلعب دور كبير في إقبال الطلبة على المعاهد الأهلية لدورات تقوية. العوامل المتوفرة في المدارس والمعاهد الأهلية والتي تفتقد لها الحكومية بشكل تام سبب آخر دفع بالكثير من الطلبة لقصد الأهلي وتفضيله عن الحكومي الذي أثبت فشله بحسب مراقبين. المدارس الأهلية والمعاهد الأهلية لها دورها طبعا في إيصال المعلومة والمادة العلمية للطلبة، كان بعض العزوف عن المدارس الحكومية، مرات أنه الطالب يكون عنده حق أنه أكو عجز ونقص، ومرات أخرى لا، هو دا يحاول أنه يحسن من مستواه. الكثير من الطلبة هنا في الموصل عبروا عن رغبتهم واختيارهم للمدارس والمعاهد الأهلية لما لها من أهمية كبيرة في إيصال المعلومة لهم بشكل سلس دون ضبابية ورتوش. تحويلنا من مدارس الحكومي إلى مدارس الأهلي كحكومي كمدارس الحكومي زخم كطالبات واستيعاب قليل، بعكس المدارس الأهلي استيعاب جيد وطالبات قليل. عدم اهتمام وزارة التربية وتربية نينوى بالمدارس الحكومية وتجهيزها بالمستلزمات المطلوبة من كتب وقرطاسية وعدد هائل من الطلبة دفع بالكثير من طلبة المدينة لاختيار الأهلي وتفضيله على الحكومي. فرح الزيباري ونيوز الموصل.